شوي ماشي. في مبلغ 18 مليار دينار. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين على المستكرمين في هذا اللي داروه لنا هنا باه يفك علينا العزله، لان بعض المواطنين راهم كانوا يعانوا باه يجيب قرعه تاع غاز ولا يجيب كذا، والله معاناه كبيره. الحمد لله هذا المسلك ان شاء الله يبشر بالخير، يربط بين الفرع البلدي عين الزيار وبلدي الذليحه، ونطلبوا من السيد الوالي والمجلس يزيدوا كثروا من المسالك الريفيه، لانها تفك العزله وكاين نقائص منها عندنا نقائص تاع الكهرباء الفلاحيه، ان شاء الله ثاني يزيدونا منها، حتى وعطاونا نسبه، ونسبه راه ما تكفيش على مستوى البلد المليحه، راه نسبه كبيره، الناس حافله حسيا وراها قاعده تقابل ما كانش الكهرباء الفلاحيه. ماذا بينا وماذا بينا ان شاء الله السيد الوالي يزيد يشوفنا بعين الاعتبار، وفرنا الكهرباء المواطنين، راه الناس حابه تخدم البلاد، حابه تخدم الفلاح، ورئيس الجمهوريه بجوده راه يناشد على 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 خدمه تاع الفلاحه، راه يشجع في الخدمه. وحنا شوف احنا المشاريع اللي ضارين ضاره الكهرباء تاع الفلاح والطريق والسبيطار، هذو اللي ضارين. بسم الله بارك الله فيك. ما ينقطعش خلاص زمزم. امين ان شاء الله. خطاب اكيد زمزم. اللهم صل على الحبيب. امين ان شاء الله. زمزم ان شاء الله. ربي يحفظ الجزائر. امين. بادئ البدء ونحن نحتفي بذكرى خالدة في قلوبنا، يعني يوم الشهيد، باسمكم جميعا نترحم على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزاكيات لاسترجاع السيادة واسترجاع كرامة هذا الوطن، وأيضا نقف وقفة إجلال وإكبار لمجاهدينا الكبار الذين ضحوا بالنفس والنفيس لنعيش أيضا نحن في الجزائر الأخوة، جزائر اللحمة الواحدة، جزائر العز والكرم. إذن اليوم زيارتنا إلى دائرة دار الشيوخ ببلدية التلال تندرج في إطار متابعة البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية في شتى مجالات عيش المواطن، كما تلاحظون يعني برامج هامة وهامة جدا. أولا الوقوف عن كتب على مدى تقدم هذا البرنامج، وأيضا نؤكد لمواطنينا الكرام على تسييد كل ما قررناه معا وكل وعود التي اتخذناها معا، وأيضا فرصة سانحة إلينا لسماع لانشغالاتهم وطرح كل النقائص أو الأمور التي ما زال يعاني منها المواطن، وهذا هو العمل يعني المطلوب منا، والعمل في إطار الديمقراطية التشاركية وإشراك جميع المواطنين في أخذ القرارات، خاصة وأن الأمر يعني حياتهم يعني اليومية. اليوم ربما كانت لكم معنا عدة محطات، دشنا ملاعب يعني جوارية، زرنا بعض المرافق المدرسية التي تندرج في إطار تعليم السيد رئيس الجمهورية تحسين ظروف التمدرس وتقريب المدرسة للتلميذ لتفادي إقصائه من التمدرس. زرنا اليوم رانا نشوفه في يعني خزانات تنجز، قنوات دفع المياه تنجز، ونقولوا أما بنعمة ربك فحدث. اليوم أيضا راح تكون لنا فرصة باش نلتقي مع ساكنة البلدية التلات ومختلف أطياف المجتمع المدني المهيكل في الجمعيات لاطلاعهم على أولا البرنامج الدخل الذي تكرم به السيد رئيس الجمهورية لفائدة هذه الولاية، والذي مس جميع مجالات
حياة المواطن من مدارس، من ثانويات، من مستشفيات، من دور شباب، من بيوت شباب، من قنوات الصرف الصحي، من طرقات. يعني برنامج هام وهام جدا على سبيل الذكر ليس الحصر. بلدية التلات لدائرة استفادت ما يفوق بألف مليار في إطار برنامج التكميلي التي تضاف إلى البرنامج العادي. اليوم كنا زرنا عدة مرافق لراهي برنامج 2023 بجناها، والعمل متواصل في إطار نفس منهجية العمل، المبدأ الديمقراطية التشاركية. نستمع إلى مواطنينا، نحصر الأولويات معا، نقيم العمليات، ومن ثم نتكفل بهذه الإنشغاليات حسب الأولويات وحسب الفرص المالية المتاحة على مستوى الولاية. الجميل بالذكر أنه جد فرحان وأنا نشوف نوعية الاستقبال تغيرت ونوعية الطرح تغيرت. عاد المواطن يطرح يعني انشغالات موضوعية التي تمس عامة الناس، وأجمل من ذلك أنه لاحظنا باللي المواطن تهيكل في جمعيات لتلقى ممثل يعني يعرف يطرح يتكلم على ساكنة بأكملها. نطلب إن شاء الله السداد والتوفيق لنا جميعا إن شاء الله لخدمة هذه البلدة الطاهرة ولخدمة مواطننا الكريم، ونبقى إن شاء الله نتواصل مع بعضنا. اليوم ربما كان انشغالات موضوعية لا ننكرها ولا نتنكر عليها، ليخدينا قرارات للتكفل بها. وأيضا قررنا أن تكون لنا اجتماعات في ابتداء من هذا الأسبوع لكي نحدد الأولويات مع السادة ممثلي مختلف القرى والمدن، وإن شاء الله نمضي حقوبا لتسييد قدما لتسييد كل الانشغالات كما قلت حسب الأغلفة المالية التي إن شاء الله توفر عليها الولاية. شكرا لكم.